هاي طلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم يحمل عنوان Computer Fundamentals، أي المبادئ التي تخص الحاسوب. في البداية هو يحب ياخذ an introduction about this part اللي هو What are computers؟ وهذا يعني ما معنى الكمبيوتر. As a definition، الكمبيوتر هو آلة تؤدي مهمة معينة أو تحسب وفقا من مجموعة من البرامج والإعادات، أي الانستراكشن. فده يوضح لنا أنه هي اللي ابتدأت من عام 1940، وأنه بصورة عامة حتى يضيع علينا الوقت يتكون من software وhardware، أي جزءان متعاقبان الواحد تلو الآخر. الاثنين لهم علاقة، يعني software إلى علاقة بالhardware، without hardware ما نقدر ننصب software ولا نسوي له installation. فإذا جاي يوضح لنا على البارتات اللي هي مهمة، اللي هي من ضمنها شنو؟ CPU اللي هي Center Processing Unit، طبعا اللي هو بالضبط بهذا الجزء. Center Processing Unit هو مسؤول عن عملية ترجمة الإعازات والإداء الحسابي، وهو يشير إلى العمليات والبرامج التي تدير الحاسوب. إذن طبعا جزء الهاردوير اللي هو أول جزء، هذا اللي يشمل لنا الأشياء اللي هي المرئية اللي هي نقدر ننظر لها أو نلمسها، مثل الكيس، الماوس، الكيبورد وإلى ذلك، اللي إحنا تماس مباشر وياها. بالنسبة للجزء السوفتوير اللي هو هذا، واللي هو هذا تعريفه، السوفتوير refers to the instruction or programs that tell the hardware what to do. أنا كوني مبرمج لازم أستخدم في الإعازات معينة، لازم أستخدم فد أشياء معينة توصلني إلى الهدف والجول اللي أريد أوصل له، واللي هو برنامج متكامل. إذن أنا عندي جزئين لحد هسه، اللي هو الهاردوير والسوفتوير. كنا السوفتوير ما على الأغلب يدقنا المبرمجين، وإحنا ستيب باي ستيب طبعا كطلبة إن شاء الله بمرور المراحل إن شاء الله يتصعدوا لها، راح إن شاء الله تصبحون مبرمجين من الطراز الأول. بالنسبة لعملية السوفتوير أو البرنامج اللي ندعمه أو اللي نشتغل عليه، السوفتوير اللي يدير لنا عملية البرمجة أو كيفية أنه ندخل هاي الكودات برمجيا إلى البرنامج متكامل، يفهمها الحاسوب ويترجم لنا اياها بالكومبايلر، ان كيوزريه او مستخدمين مسؤول عن هذه العمليه هو الاوبريتنج سيستم اللي هو هذا، اللي هو الاو اس. طبعا بالمناسبه احنا على الاغلب تو ايزير فور ستودنت، انه على الاغلب الاشياء المهمه اللي هي بالبولد، البولد الاسود، يعني انه الفونت بالخط الاسود هو هذا، يعني انه هذا امبورتنت، سواء يجي ديفينيشن او يجي ستيبات نعددها او تايبز معينة. فهاي ملاحظة طبعا عامة لكل الشيتات اللي ان شاء الله راح نعمل عليها هسه. بعدين جاي قال لي types of computers، انواع الكمبيوترات. زين، كمبيوتر ممكن بصورة عامة اني اول ما يتبادر الذهني كمبيوتر اقدر اصنفه على اساس شغلتين مهمة وواضحة، اللي هو السايز الحجم مالته، واللي كما ذكرنا بالمحاضرات سابقا انه الكاباسيتي السعة الخزنية، يعني السايز والرام طبعا اللي هي اخر شيء راح تؤدي لي على انه الكوست هي اللي حتحدد لي. يعني انا لما اشتري لابتوب معينه او بي سي معينه او اي تاب او حتى موبايلات اللي هي تشتغل على اندرويد، انا اول شيء راح اسال عنه ايش قد السعه مالته، ايش قد الرام مالته، وايش قد السايز باللي يخصه. اذا هذا كله طبعا احنا كل ما كانت السعه مالته اكبر كل ما كان السعر مالته طبعا اغلى، وهكذا. هاي بالنسبه للتايبز اوف كمبيوتر. طبعا هو راح يجي يعدد لنا اياها، اللي هي الديسكتوب واللابتوب والهاندل والكمبيوتر اند الكمبيوتر هاند الكمبيوترز اند تابلت، واللي هي تابلت بي سي. بالنسبه لهذا الجزء راح يجي يشرح لنا جزء جزء او نوع نوع من هذا التابلت. بيجي على اولا اللي هو الديسكتوب. طبعا الديسكتوب كمبيوتر هذا نوع من الأنواع، اللي هو أول نوع عرفنا كما موضح صورته هنا وكما احنا شارحين مسبقا، بالمونيتر وبالكيس وبالسبيكرات وبالكيبورد.
هذه الأجزاء اللي تمثل لنا الديسكتوب كمبيوتر. طبعا هو ليش سموه ديسكتوب؟ هاي الحالة معروفة للجميع لأن هو على الأغلب يتخلى منضديا أو على سطح مكتبي. بالنسبة للنوع الآخر اللي هو اللابتوب كمبيوتر أو the small نوت اللي هو النوتبوك، على الأغلب إحنا المتعارف عليه اللي هو اللابتوب. فاللابتوب كمبيوتر من الصورة اللي ماثلة أمامكم تشوفوها، اللابتوب كمبيوتر هذا راح يكون حجمه أقل من الديسكتوب، أسهل بالحمل، أكثر سعة خزنية. يعني معناتها إحنا كل ما قاعد نحدث في فيرجن معين أو باللابتوبات أو السمارت فون، إحنا إيش قاعد نركز؟ أنه نقلل الحجم، هاي شغلة ما ننساها، نقلل السايز ونرفع الرام، وبهالحالة إحنا أخذنا أو حصلنا على لابتوب ذكي وفعال. بالنسبة للنوع الآخر اللي هو السمارت فون، السمارت فون اللي هو الأبديت اللي هو الموبايلات الذكية، اللي هو حتى دخلوا لها مسألة السيم كارد أو مبدأ السيم كارد أنه يدخل عليها، وهاي كنا إن شاء الله متعارف أنه الهاندل كمبيوتر اللي هو هذا شكله. طبعا احنا مخلين شكل كل واحد بيه على مود تكون الحالة واضحة أمامكم. فهذا بس أنه الفرق شنو، استخدموا البين حتى يسويه كبوينتر مؤشر. يعني شلون هسه انا مال الماوس ده اشر بيه بالضبط، الموبايل نعتبره هذا اللابتوب، والمؤشر مالت الماوس هو نعتبره البين. التابلتس بي سي تابلتس هذا مزيج من ميزات اللابتوب والهاندل، يعني احنا نقدر نقول ميكس هو. ف مجرد انه اذا ننظر ونلاحظ بالشكل انه هو راح يكون اكبر واعلى يعني كحجم وسايز، والبين مالته شوية أقوى وواضح أكثر. نجي هنا الجزء الآخر اللي هو الكمبيوتر أوبريشن، العمليات. طبعا إحنا اللي مطلوب من عندنا 3 main computer operation and component. اللي هو شنية component؟ اللي هي CPU Central Processing Unit، الميموري طبعا ايش نستفاد من عندها؟ حتى نسوي عملية ستورينج للانفورميشن، خزن للمعلومات. بالنسبة للانبوت اوتبوت ديفايس، انبوت اوتبوت ديفايس هذه طبعا المختصر مالتها الاي على او ديفايس، which allows you to obtain or display data. اذا انا عندي مجموعة من البيانات اريد اسوي عليها عملية عرض. بالنسبة لهذا الشكل هو شكل للاطلاع حتى نشوف مع بعض انه الكمبيوتر سيستم دايجرام كيف. نشوف هنا الداتا باس، الادريس، العناوين، كنترول باس وهكذا. طبعا اكو البرايمري ادريس، هذا الجزء اللي هو باللون الازرق. فاذا بسرعة عامة حسب ما قرأ انفا وحسب ما وصل لكم، الاجزاء الرئيسية والمهمة هي الانبوت ديفايس، الاوتبوت ديفايس، والسكندري ستورج. احنا دائما ننطي مثال بسيط، احنا شو نقول عندنا بالضبط العملية البروسيس هي عملية انه احنا المفروض ننتج اوتبوت كعكة معينة. الكعكة لازم لها خليط، فاذا الانبوت المواد اللي نخلطها وين نخليها ميكسشن سوية حتى بالاخر نحصل على كعكة. انبوت مالتي المواد، الاوتبوت مالتي الحصول على كعكة بمواصفات معينة وجيدة. البروسيس اللي هي عملية الخلط الميكسشنج، هو بالضبط هذا مثال يعني بسيط حتى ما يتبادر لأذهانكم اي شيء بعيد عن امر الواقع. بالنسبة للكمبيوتر هاردوير، هذه المكونات مالته، راجع عايدنا اياها مرة اخرى للتذكير، اللي هي المونيتور والكيبورد والكيس والبرنتر الطابعة. طبعا احنا الكمبيوترات نحتاج الى انه نربطها مثلا في بعض الاحيان ويا الطابعات حتى نطبع في ورقة عمل معينة او نسحبها او ناخذ لها سكان بالسكانر. فهذا يقول لك تصنيفاتها وهاي اجزائها. بالنسبة الجزء الرابع اللي هو الانبوت اوتبوت يونت، تشمل الآتي اللي هو هذا الرسم بالضبط تفصيله، هذا
الماوس كيبورد، التراكر بول يعني التراكر بول هذه اللي احنا نحرك بيها لكي نستطيع انه نسوي عملية ادخال اخراج للبيانات مانيوالي. والسكانر هو جهاز السكانر اللي احنا نربطه ممكن بالكيبورد مالت من خلال عفوا الكيس، نربطه بالكيس لكي نستطيع ان نوجهه انه يستنسخ او ياخذ سكان او يطبع واحدة من هذه العمليات. والتاتش بات واللايت بين يعني هذا القلم اللي نأشر عليه، والجويستيك طبعا الجويستيك كنا نعرفه انه اللي هو يستخدم للبلاي والالعاب والجيمز. وهذه الصور اللي تمثل لنا هذه العمليات. طبعا احنا نريد نمر عليها سريعا حتى ما ناخذ وقت على مود عملية رفع الفيديو تكون اسرع لكم. جاي المونيتور وشنو اهدافه، جاي البرينتر، هذا الكلام كله معاد مثل ما كان آنفا. جاي له السبيكر، طبعا بالنسبة للبرينتر لا يقول لك هذه الطابعة والطابعات انواع والطابعات هي جزء يربط دايركتلي بالكيس على مود نقدر نتحكم به. السبيكرات هاي تستخدم لسماع الصوت او تضخيمه او تكبيره، طبعا هناك انواع متعدده من السبيكرات. ورابعا اللي هو السيستم يونت، يرجع على الكنترول بروسيسنج يونت السي بي يو، طبعا هو ايش يحتوي؟ يحتوي على الرام ويحتوي على روم. الرام طبعا هو شنو؟ للسعه الخزنيه انا اخزن به البيانات اللي هو يسمى مختصر الراندوم اكسس ميموري. ف جاي هو شارح لك على الراندوم اكسس ميموري، وهنا مفصل لنا انه العمليات اللي ممكن انه يقوم بها، وقايل لك انه هو يقوم بعملية خزن للبيانات اللي سي بي يو يحتاجها في الكمبيوتر واليوزز ذا كمبيوتر. اوكي، the information stored in RAM is when the computer is turned off. يعني إذا أنا لما أسد الحاسوب مالتي البيانات لازم تبقى مخزونة. من اللي يحافظ لي على عملية خزن البيانات هذه؟ اللي هو الرام. وهذا طبعا يعني إذا المطلوب نعرف الرام وشنو الديوتي اللي يقوم به، شنو الواجب مالته، وبعدين بعد ذلك أهم ملاحظة من نتذكرها أو نذكرها بالكوز أو بالإكسرسايز، أنه الرام يحافظ لي على عملية خزن البيانات حتى لما إحنا نسد اللابتوب تبعنا. زين، هذا بالنسبة لجزء الرام. جاي راجع على الكيس، طبعا الكيس اللي هو من خلاله أيضا ممكن عملية إدخال السي دي أو الدي في دي او الفلوبي. طبعا بالنسبة للفلوبي قل جدا استعماله، كان يستعمل سابقا ومنذ البداية. ثم عندما تحدثت الفيرجينات وظهر لنا السي دي ثم من السي دي الدي في دي طبعا والفلاش غير ذلك، هي من الامور اللي هي تستخدم للخزن والسعة الخزنية. طبعا هذه سهل عملية حفظ ونقل البيانات. ثم راجع ذاكرنا الارثماتيك لوجيك يونت الاي ال يو. الارثماتيك لوجيك يونت يحتوي على بالبدايه الكنترول يونت السي يو ثم الارثماتيك لوجيك يونت. بالنسبه للسي يو احنا وضحنا الكنترول يونت هذا ده يحتوي على هذه الإعازات اللي هي الزائد العمليات، الزائد والقيم مالتها الـ A والـ B والـ C، يعني الزائد والضرب وما إلى ذلك، ضرب وزائد وناقص. بالنسبة للـ Arithmetic Logic Unit، this unit execute، إذن هي راح تنفذ لي the following operation، إذن هذه تمثل لي عمليات. يعني إذن عمل الـ Arithmetic Logic Unit هو أوسع من الـ CU. اوكي، شنو هي العمليات اللي يحقق ليها؟ هي الاد
والأبستراكت والمالتيبل والديفايد وما إلى ذلك. هذه اللي هي عملية الزائد والناقص والضرب والقسمة. أما بالنسبة للوجيك يونت، اللوجيك يونت اللي هي تتعامل ويا الأور جيت والآن جيت وغيرها، اللي هي اللوجيك جيت العفو، هذه اللي هي هذه اللوجيك جيت حتى يكون واضحة أمامكم، اللي هي الآند والأور والنوت. بالنسبة للأوبريشن الأخرى اللي هي أكبر منه وأصغر منه يساوي، إذا الأرثمنتيك لوجيك يونت توتال هي مسؤولة عن هذه العمليات. وهنالك ثلاث أنواع من الباس، اللي هي الداتا باس والأدرس باس والكنترول باس. هاي طبعا ممكن أنه نمر عليها للإطلاع، فقط احنا نريد نكون حتى المنهج متكامل، فما نريد انه المسائل تصير اكثر من اللازم. بعدين جاي على السيستم بوردر. طبعا انا بس اريد انوه على مسألة اهم ما في الموضوع، تأكدوا لي على الميموري كاباسيتي، واحنا اللي شرحناها سابقا وهي تعتبر اعادة لها بس للتذكير، اللي هي حتى المادة تكون عندنا متكاملة، اللي هي الكيلو بايت. طبعا احنا اكو في الملاحظة اللي هي اصلا كلها اساسها 2، يعني حتى لتسهيل حفظ احنا قلنا 2 أس 10، 2 أس 20، 2 أس 30، 2 أس 40. هذه شنو؟ هذه جاي من الكيلو بايت. كيلو بايت يساوي 2، الكيلو بايت يساوي 2 أس 10 بايتس. عندما نرفعها يطلع هذا الرقم اللي هو 1024 بايتس. اذا انا اريد احول من الكيلو بايت للبايتس ارفعها 2 قوى 10، والحالة كذلك بالبيجا بايت 2 أس 20 ويطلع هذا العدد 1 جيجا بايت، اذا هذا 1 جيجا بايت. واخيرا اللي هو ال 1 تيرا بايت، ال 1 تيرا بايت اللي هو 42 بايت، فيطلع لي العدد. ممكن باستخدام الحاسوب او ممكن باستخدام العملية الرياضية دايركت مباشرة. اهم ما في الموضوع احنا قلنا وطينا بوقتها الهوم وورك اللي واكدنا عليه، عندنا نوعين رئيسية قلنا من الميموري، اللي هي الرام واللي هي الروم، راندوم اكسس ميموري وراندوم اونلي ميموري. قلنا شنو الفرق بيناتها وشلون احنا نحصل على الفارق بيناتهم، واحدة للخزن وواحدة للقراءة والخزن.